أحبائي بيوم الثلاثة من الأسبوع الثاني بزمن القيامة، كلمة رجاء من خلال مريم المجدلية يلي كانت عم تبكي لأنه ضيعت الرب. كلمة رجاء بتقلي ما تضيع الرب بحياتك، لأنه مصيرك رح يكون البكاء والحزن على أعظم نعمة موجودة بحياتك. كلمة رجاء بتقلي حضور الرب بحياتك هو الأساس، لأنه هو وحده بدلك لوين تروح وشو لازم تعمل لحتى تكون شاهد لقيامته مع كل الأشخاص يلي أنت عايش معهم. المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على هذه القيامة.